الكشمير التركي قماشه بارد، شكل القالب ماله، والفستان 140 سنتيم قياساته يلبس من 46 لل 54. استاذ فيك عده الوان، هذا اللون الوردي المطعم بالابيض، شوفوا اللون الاخضر مالتي، هذا اللون الابيض المطعم بالوردي، هذا اللون الازرق مالتي، قياساته يلبس من 46 لل 54. عندنا وجبة جديدة من موديلات الفساتين النسائي، هذا الطول ماله 140 سنتيم، موديل يجي دقم مفتوح للنص، قياساته يلبس من 46 لل 54، الخماية الكشمير التركي، شوفوا للردن مالتي، قالبه حلو، وصلت فيه عدة ألوان، هذا اللون الأخضر مالتي، شوفوا للون البيجي، أيضا توفر فيه اللون السمائي، هذا اللون الأخضر الدرجة الثانية. قياساته يلبس من 46 لل 54. الدنيا موديلات فساتين اليوم توفر الخدمة، هذا طوله 140 سنتيم، خماية الكشمير التركي، قياساته يلبس من 46 لل 54. حطيت في عدة ألوان، هذا اللون الأزرق مالتي، شوفوا لي اللون الأسود، هذا اللون العسلي، هذا اللون النيلي مالتي، اللون الفستقي، قياساته يلبس من 46 لل 54. طبعا اذن طرحات جديده من موديلات الفساتين النسائي اليوم توفر عندنا، هذا الخماية الكشمير التركي، موديله يجي دقم للنص، قياساته يلبس من 46 لل 54. وصلت فيه عده الوان، هذا اللون الاسود مالتي، هذا اللون الخردلي، ايضا توفر به اللون الازرق المطعم بالاسود، هذا اللون الابيض المطعم بالاسود، قياساته يلبس من 46 لل 54. شوف اليوم شو توفر عندنا، توفر عندنا هذا البوكس الشرشف القطني، توفر عندنا يعني هذا يصير شكله ساده بلاستيك ونزله 180 و200 اضافه الى 25 سنتيم مال النزله واللاستيك، ويا كوشه ومختين، وهاي الجهه الثانيه 230 240 مثل الشرشف الخفيف، هم ويا مخاديل اثنين وكوشه، اشكاله والوانه كلش راقي، قطني وضمان غسل، هذا يصير هيك البوكس ماله، شوف لي هذا الشكل، هذا واحد، شوف لي هذا رصاصي، شوف الجهه مالته على الفيروزي، شوف لي هذا فتشي كلش راقي وقطني، هذا تركوازي، شوف لي اشكاله، هذا عندكم هذا الشكل الثاني ماله، قطعتين يصير كل شرشف ويا مختين وكوشه جهتين ساده، وهذا المشجر فوقه، شوف اشكاله كلش راقي، شوف الظهر ماله شيء كلش مرتب، والبوكس حتى هدايا وما يخجل ضمان غسل. هنا شوفي شوفي لي اليوم شو توفر عندنا، هذا توفر عندنا الكيلوت السكوب النسائي، هذا يصير هذا طبعا الكمر ماله هاي ويست، يصير سرجة، هذا يصير حزام بالكمر، كلش مرتب 46 لحد 56، شوفي لي هذا اللون ماله العسلي، خمس الوان توفر، شوفي لي الوانه، هذا النيلي ماله، هذا عندكم اللون الرصاصي، كلش مرتب غس ولبس، هذا الاسود الفاحم، هذا عندكم اللون الجوزي، خمس الوان. الموديلات طبعا القمصان العروض الخاصه كميات من 12 سنة 10 سنين 12 سنة لحد 16 سنة 18، هذا توفر باللون الوردي، هذا شغله طبعا، هذا ينسحب بدي حفر كات، هذا الأسود ماله، هذا البيج الشكري، اللون العسلي، اللون الجوزي، كميات هذا الوردي وصف. طبعا عروض القمصان البناتيات هذني من 12 سنة لحد 16 سنة 18 سنة، هذا يصير بادي الحفر، طبعا موديلات هواية عرضنا، هذني باقي الموديلات شغلهم، هذني الوان توفر بيها، هسه هذا الموديل توفر العسل، شوف لي شغلة جوزي قطني، هذا هذا الوردي وصف، اللون الاسود، وهذا الموديل هم عندنا موجود متوفر كميات، هذا توفر بهذا اللون العسلي الوردي البندي، اللون الاسود ماله من 12 سنه لحد 16 18 سنه،
هذا الوردي وهذا عندكم الجوزي. طبعا عروض القمصان البناتيات هذني من 12 سنة لحد 16 سنة 18 سنة. هذا يصير بادي الحفر. طبعا موديلات هواية عرضنا، هذني باقي الموديلات شغلهم. هذني ألوان توفر بيها. هسه هذا الموديل توفر العسل، شوف لي شغلة جوزي قطني. هذا الوردي وصف اللون الأسود. وهذا الموديل هم عندنا موجود متوفر كميات. هذا اتوفر بهذا اللون العسلي الوردي البمبي اللون الأسود ماله، من 12 سنة لحد 16-18 سنة. هذا الوردي وهذا عندكم الجوزي. البنطلون الهاب اللي توفر عندنا، شوف لي موديله كلش مرتب. تعال تقرب شوف لي الليبرة مالته كلش مرتب وخامه كلش بارده. قياساته 46 لحد ال 54. شوف لي الكمر ماله غسل ولبس. بنطلون هاب كلش مرتب. شوف الالوان اللي توفرت الرصاصي ماله، هذا تكرار الموديل كلش طلب. هذا العسلي اللون الاسود الفاحم، هذا اللون الازرق ماله اللون الجوزي. هذا عندكم اللون النيلي توفر بكميات. يوم العروض على موديلات فساتين النساء التايلر. شوفوا لي موديله قياساته يلبس من 46 لل54. موديله يصير دبل كلوشي. الخامايه الكشمير التركي توفر بيه لونين، هذا اللون هذا اللون الثاني. قياساته مثل ما ذكرنا يلبس من 46 لل54. اليوم توفرت عندنا وجبة جديدة من موديلات الفساتين النسائي. موديله هذا يجي دقم مفتوح للطول، الخامايه الكشمير التركي. موديله يصير يجيب هالشي مرتب. قياساته يلبس من 46 لل54. طول الفستان 130 سنتي. وصلت فيه عدة ألوان. هذا اللون الماروني مالته، شوفوا لي اللون الأسود خماية باردة. هذا اللون الفستقي وأيضا توفر به اللون النيلي. قياساته يلبس من 46 لل54. يوم توفرت عندنا موديلات السوتات النسائي. هذا طوله 85 سنتيم خماية الكشمير البارد. شوفوا لي السواد ماله، سواده فاهم. هذا قياساته يلبس من 46 لل54. هذا الكيلوت طبعا يجي كاميرا لاستيك شي مرتب. الخامايه الكشمير التركي قياسات يلبس من 46 لل54. توفر به فقط اللون الاسود. عروض جديده من موديلات الفساتين النسائي. هذا موديله يصير دبل كلوشي كلش طلب عليه. رجعت توفر قياساته يلبس من 46 لل54. طول الفستان 140 سنتيم. وصلت فيه عدة ألوان. هذا اللون الأزرق مات خرب. هذا اللون البيج، اللون التركواز، هذا اللون السمائي مالته. هواي ألوان توفرت فيه. اللون النيلي، هذا اللون الجوزي، اللون الشذري، هذا اللون الفستقي، هذا اللون الزيتوني. قياساته يلبس من 46 لل54. قماش الكشمير التركي. فستان لبليسيا كبس. هذا يصير هذا الحزام منفصل شيفون بليسيا كبس. شوف الكلوش ماله 50 لحد 60 قياسات. هذا مبطن من الردن والبدي كامل مبطن من 50 لـ60. الوان اللي توفرت ماروني، هذا اللون الاوف وايت الذهبي، اللون الزيتوني الوردي، اللون الاسود الفاحم. هذا كميات توفر. الرصاصي هذا عندكم وردي وسط، الوانه كلش حلوه وطول طول اعتيادي مو قصير. شوفوا لي الفستان القطني فانيليا، هذا شغله يصير رجلان. هذا يلبس قياسات من 44 لحد 54-56 كلش قطني بارد زبده طول اعتيادي مو قصير. شوف لي الوانه. هذا عندكم العسلي
الزيتوني، هذا عندك الرصاصي اللون البيجي والتركوازي، عندكم هذا الموديل الثاني نفسه بالضبط بس شغله يختلف ستراس، هم قياساته حلو فضفاض رجلان، الوانه نفس الالوان يعني، هذا عندكم اللون الرصاصي البيجي الزيتوني وهذا العسلي، وهذا 90 سنتي قياساته يلبس من 44 للخمسين، سعره ب10,000 دينار، عرض خاص وصلت فيه عدة ألوان، هذا اللون الفستقي مالتي أيضا توفر فيه اللون الوردي، هذا اللون الأسود مالتي، شوفوا لي اللون البيجي، هذا اللون الأزرق. دنيا عروض جديدة على موديلات القمصان النسائي، هذا الخماية مالي الكشمير البارد، قياساته يلبس من 38 لل 48، هذا موديله يشتكم مفتوح للطول، طول القميص 80 سنتي، سعره ب 10,000 دينار تخفيضات، وصلت فيه عدة ألوان، هذا اللون الوردي. اليوم وصلت عندنا وجبة جديدة من موديلات القمصان النسائي المغربي، هذا طوله 90 سنتي، خماية الكشمير التركي، قياساته يلبس من 44 لل 52، سعره ب 10,000، وصلت فيه عدة ألوان، هذا اللون الوردي مالتي، هذا اللون الأزرق، شوفوا اللون الفستقي، ألوانه حلوة، ذني عرض خاص، هذا اللون الأزرق المطعم بالأبيض، هذا اللون الرصاصي مالتي، قياساته يلبس من 42 لل 52، السعر 10,000 دينار فقط. إذن القطع أخيرة الموديلات الفساتين النسائي، هذا طوله 140 سنتيم، قياساته يلبس من 46 لل 52، هذا اللون الجوزي مالتي، هذا اللون الأسود، هذا وجبات جديدة الموديلات القمصان النسائي، هذا الطول مالي 80 سنتيم، الخماية الكشمير التركي، خماية باردة، موديله يجي دقم مفتوح للطول، شوفوا الشغل مالتي هالشي كلش مرتب، قياساته يلبس من 46 لل 54، توفر بي فقط اللون الأسود. ذني وجبة جديدة من موديلات الفساتين النسائي، شوفوا الموديله، هذا طوله 140 سنتيم، موديله يصير دبل كلوشي، كلش طلب عليه، قياساته يلبس من 46 لل 54، القماش الكشمير التركي، هذا الرجل مالتي قالبه حلو، وصلت فيه عدة ألوان، هذا اللون السمائي، هذا اللون الأزرق، لون الجنس، اللون البيجي، واي ألوان وصلت فيه، هذا اللون الأسود. الوجبة جديدة بالموديلات السوتات النسائي، هذا القماش مالي الكشمير التركي، شوفوا القالب مال القميص، قياساته يلبس من 46 لل 54، هذا الكيلوت الكمر مالتي لاستيك، وصلت فيه عدة ألوان، هذا اللون التشويتي مالتي، أيضا توفر فيه اللون الأسود، هذا اللون الأبيض مالتي، هذا اللون الوردي، قياساته يلبس من 46 لل 54. متابعينا طبعا مجموعة القمصان الايروبينات السوادات اذن توفرا عندنا موديلات السوادة كلش راقي، هذا مقاسات، هذا قماشي الايروبين التركي، شوفوا الشغل مالتي هادشي كلش راقي، قياساته يلبس من 46 لل 54، الخماية الايروبين التركي، توفر به فقط اللون الاسود. هدني موديلات شاكيتات النسائي، هذا طوله 90 سنتي، موديله يجي بيه بروش، هذا الحزام مالي، قياساته يلبس من 38 لل 48، توفر لي فقط اللون الاسود. هاي وصلت هدني موديلات القمصان النسائي، هذا طوله 100 سنتي، موديله يجي دقم مفتوح للطول،
يوم استعدني وجبة جديدة من موديلات كتات النسائي. هذا القماش مال جيسيكا، قماشه غسل ولبس، شكل الشغل مالتي. قياساتي يلبس من 46 لل 54، وصلت في عدة الوان. هذا اللون السمائي مالتي. ذني قطع أخيرة موديلات الفساتين النسائي. طول مال الفستان 140 سنتي، هذا موديله جديدة مفتوح للطول. القماش الكشمير التركي. قياساتي يوم استعدني موديلات القمصان النسائي.